المحاضرة الثالثة اليوم راح نتحدث عن المشهد الثاني من الفصل الأول، الأكت الأول سين 2. زين، بهذا المشهد فيولا هذه اللي راح تتنكب زي سيزاريو، هذه يعني راح توصل إلى مدينة إليريا after a terrible shipwreck in which she is separated from her twin brother Sebastian. بعد حادثة الغرق اللي ابتعدت عن أخوها سيباستيان، فيولا hopes that her brother was saved. تتأمل وتتمنى فيولا بأن أخوها تم إنقاذه as she was كما تم إنقاذها، يعني تتمنى أن أخوها انقذ، بس هي ما تدري بعدين أخوها راح يعني يطلع يعني حي. The captain, القبطان, who was also managed to get a shower. القبطان اللي وصل وياها أيضا، الكابتن اللي وصل وياها tries to console her of the show of hopes of to finding to her brother alive. أخوها يعني شلون واساها وأملها، قال لا لا إن شاء الله نلقاه، وأنا شفته يعني. The captain recalls seeing her brother in the water after shipwreck, clinging into a mast. قال لها أنا شفت أخوك يعني على قيد الحياة ماسك في أحد القوارب أو في أحد الأجزاء من السفينة. قال لها أنا شفته، يعني قال لها إيشون ده، قال لها أنا يعني أتوقع أنه هو طيب. And riding above the waves، ويعني كان يعني على سحاب المياه. As it happens، the captain is from Illyria and tell Viola. طبعا الكابتن اللي وصل ويا فيولا هو من هذه المنطقة، من مدينة إليريا. And tells Viola of Count Orsino. طبعا قال لها وتحدثها عن هذا الملك أورسينيو. And of his love to for Lady Olivia. قال لها هذا الشخص اسمه هذا الشخص اسمه أورسينيو، وهذا الشخص يحب ملكة أوليفيا ولكن هي ما تحبه. زين، وذكر أن أوليفيا قال لها أن أوليفيا هي أيضا فقدت أخوها وأبوها بالبحر، غرقوا وهي ضايجة عليهم، فما تقبل تتزوج أحد خلال هاي الفترة. And Viola having lost her brother as well، كما أن فيولا يعني هسه هي أيضا عندها، يعني هسه حاليا عندنا أوليفيا الملكة اللي ما تحب الملك أورسينيو، وعندنا فيولا اللي فقدت أخوها. فبهذا المشهد دي يتعرفهم على هذه المنطقة. ففيولا يعني ما عدها أحد ولا عدها مسكن، فقررت أنه تتنكر بزي رجل حتى تشتغل مع أورسينيو، لأن هذا الملك المدينة والرجل العادل. Since he is good and just man، she is conspires with captain that she may be presented to Orsino as أونك. طبعا يعني قدم يعني قالوا لي للملك أورسينيو، قالوا له هذا رجل اسمه سيزاريو، طبعا هي فيولا هي امرأة، وهذا الشخص لا يستطيع الزواج، يعني شخص لا يمكن من لا يتمكن من الخلفة، زين، غير قادر على الإنجاب. حتى يعني خاف يفكر مثلا يقول لك مثلا زوجة أو كذا، فهو أنطى فكر، قال له هي امرأة أيضا، بس قال له هذا الرجل ما يقدر يتزوج، يعني مريض، ويعني أريد تشتغل يشتغل وياك. زين، ومنطاهم حقيقته وقدموها عليها لأنه هذه امرأة رجال غريب وجاي يريد يشتغل هنا، تم إنقاذه من البحر وريد يشتغل. The captain agrees to help her and leads her to Orsino. طبعا الكابتن وافق، قال ماكو مشكلة، خليه يشتغل هنا. طبعا هو حس فيولا تم يعني تغيير شكلها او تنكرها الى شخص اسمه أورسينيو، الى شخص اسمه سيزاريو. زين عيني، لحد الان بعدنا بالمشهد الثاني بالفصل الاول.
زين عيني. فلهنا تنتهي محاضرتنا بهذا الفيديو، نشوفكم بخير المحاضرة القادمة. تقبلوا تحياتي الأستاذ محمد نجم النوفلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.